جاهز؟ يعني ايه جاهز؟ مش فاهم. يعني جاهز للحلقه؟ انت اللي جاهزه. ايه انت بتخوفيني يا استاذه؟ جاهز ده كلام. انت اللي جاهزه. انا اجهز ليه؟ يعني ايه جاهز؟ جاهزه تمام باسئلتي. يعني افهم كلمه جاهز يعني ايه جاهز؟ يعني مستعد؟ تفصيل. بصي انا جاي وعمال اقرا في قران عشان ربنا يهديكي كده. ويعني مش عايز اقول لك لو غلطتي معايا الغلطه دي. تهديد على الهوا؟ تهديد. اخواني فين الكاميرا اللي قدامكم دي؟ على الفاضي واونطه. وايوه اهي دي اونطه وعامله سبع رجاله وكل الكلام ده فتش. ده بدليل ان انا عارف نقطه ضعفها وهوريها لكم دلوقتي عشان بس يا سلام حق الناس اللي من اول رمضان. لا ده هيجي والله دلوقتي. والله نقطه ضعفي. تحب تشوفي؟ وهو ده البرنامج. تحب تشوفي يا لا أخوانا. ما احبش اشوف. هفرجكوا عليها دلوقتي يا استاذ. مبسوط بس عشان المشاعر اللي جواكي خلاف اللي انت بتعمليه. انا ما بتكسرش الا في اولادي بس، وانت عارف الاغنيه دي بفتكر فيها اولادي اللي مسافرين فبتدغدغني فعلا. عارفين عارف ده. عارفين ده كويس جدا وعارفين حاجات تانية كتير جدا وعارفين. مش استغل وانت عماله تستغل الناس اللي بيقولك عماله تقطعي في خلق الله وما لا. طب يلا نبتدي نقطع بقى في خلق الله. هتخافي ربنا ولا مش هتخافي ربنا؟ يلا مش انت اللي جبته لنفسك؟ والله قالوا لي ما تجيش البرنامج ده. يلا نبدا. هتبهدلك. هات المايك ده بقى خليه. لا خلي ده جنبي، ده سلاحي ده. ده جنبي. اول ما تزنقوني يعني بس خليها. ما فيش حاجة عندي تانية. ايه؟ ما بيدغدغنيش الا الاغنية دي عشان ولادي بس. لا في اغاني تانية. يا سلام. في اغاني عم. طب يلا بينا نبدا. في اغاني تانية كتير. سيب المايك ويلا بينا نبدا. بس ده مش هتشال من هنا بس.